طيب الان فقط نريد تفسيرا لقوله تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، ما المقصود؟ نعم هو استعجال الانسان. نعم استعجال الانسان مما يعني بعض المفسرين يقول بان ذلك حينما يكون في حاله الغضب آه وبعضهم يقول بانه فيما يعني يصدر منه من غير اعتبار آه للمآل فيمكن ان يدعو على نفسه او على ولده إذا وضعنا الآية الكريمة في سياقها فإن هذا المعنى مقبول ويضاف إليه ما يمكن أن يكون من دعاء الإنسان بالشر على غيره بالإهلاك, بالإهلاك بالتغلب والانتصار فيدعو على غيره وقلت إذا وضع ذلك في سياقه في سياق السوره الكريمه وفي السياق الذي وردت فيه no. لان الايه بعدها وكان الانسان عجولا قال بعدها وجعلنا الليل والنهار ايتين no. تحدثنا او اشرنا الى ما يتعلق بالمداوله والتدافع. نعم. وهكذا هي طبيعه الحياه، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا ثم جاء ما يتعلق بالمسؤوليه الفرديه، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. الى اخر السورة الكريمة.